نتكلم بقى كمان طبعا دلوقتي، حضرتك بقيت احد اعضاء لجنه الاستثمار ومجموعه الحقيقه كلكم، يمكن انا يمكن اللي قلت بس يمكن ما كانش حابب اني اذكر الاسم، بس انا عشان استاذ عمرو معايا النهارده، فده انا عارف ان ليه ادوار كتيره جدا في الفتره اللي فاتت، سواء من تعاقدات سواء من فك ازمه القيد. كلامه كمان معايا ان هو قال ان ازمه القيد هتفك من قبل الانتخابات، يبقى ده معناه ان هو درس وشاف، ان هو قال ان بدرس ناخد قرار يبقى عارفين ان شاء الله هنحل، فده واضح ان هو كان في المطبخ. فوجودك في المطبخ خلاكوا تاخدوا القرارات دي ويبقى عندك الثقه انك تقول ده هيتعمل. طبعا جمهور الزمالك زي ما حضرتك قلت كنا كلنا الحقيقه كنا حاسين ده قصه بعيده قوي، فلوس وقف قيد ولا ضرايب ولا صفقات ولا 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 حاجات كتيره جدا. قول لي ال 100 يوم بقى تقييمك ليهم ايه، واحد رجال موجودين في المطبخ فتره طويله، واللي حصل ده يعني مش عايز اقول بقى اتعمل ازاي وتفاصيله، لكن نسميه ايه، او ممكن ده يبقى رسالة لجمهور نادي الزمالك ان نادي الزمالك يقدر يعمل ايه الفترة اللي فاتت. خلينا نقول ان المشكلة كانت مشكلة مالية طاحنة بشكل مش معقول، وكانت شبه استحالة الحل، لكن زي ما اقولك امنا بالمشكلة والناس اشتغلت. الكوماندوز مجلس الادارة المحترم، تضحيات مالية حصلت من ناس كتير جدا جدا جدا، ومش حابين يقولوا اساميهم، مش حابين يقولوا اساميهم، ومش هتصدق الارقام والله العظيم. انا في واحد رحت، طب اديني رقم من غير ما تقول اسامي، قلت له اه لا في وان شوت كده مليون دولار، في 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 اه لا 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 في كتير، في كتير كده. ف لو تعرف الناس كانت بتعمل ايه يا جماعه، مش معقوله بالروح دي ومش هتتحل، لا هتتحل. فالمشاكل الماليه اللي كانت موجوده، فك الحظر على البنوك، التسوية مع الضرائب ودفع مبلغ كبير وجدولة الباقي، الملف الهندسي واللي بيعملوه في موضوع 6 اكتوبر، انشاءات سواء حتى الفرع الرئيسي كمان انت عارف ان في شغل، وال 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 والفرع الرئيسي طبعا في شغل، اسلوب التعاقد مع اللعيبة وهيبة نادي الزمالك اللي رجعت ولهفة الناس اللي دلوقتي عايزه تيجي نادي الزمالك، كويس؟ اللي هو الطبيعي، اللي هو الطبيعي اللي هو اللي شفناه زمان اتربينا عليه، هو ده اللي مجنني. ايوه بالظبط كده. بص الاصول المعينه اللي هنقولها، اللي عايزنا احنا نمد ايدينا، واللي مش عايزنا مع السلامه. المشاكل اللي موجوده حتى اللي هم جم اول ما جم لقوها، موضوع فتوح وموضوع صبحي والزناري، معالجه الموضوع باصول نادي الزمالك بهو الصح هيتعمل، واللي عايزنا اهلا وسهلا وهنعتذر ونعمل ونسوي وبتاع، لان لا يصح الا الصحيح، ولو بنيت على غلط تأكد انها هتتكركب وتقع منك. فحقيقي مفيش حاجة اتعملت وقرار اتاخد الا، وبنشكر مجلس الادارة المحترم عليه، بس طبعا الكلام ده مش بسهولة. لا حسين لبيب حبيبي بيموت، يعني 24 ساعة بيشتغل، هتلاقي في تليفونات 3 و4 الصبح، 8 الصبح بتلاقيه في مكان، 10 الصبح في مكان تاني عشان يخلص الموضوع الفلاني. الموضوع ما كانش بس قيد على فكرة، انت مستحقات لجميع اتحادات الالعاب كلها، وقيدك موقوف في كل حتة في الدنيا. كل الكلام ده اتفك، كل الكلام ده اتفك. مستحقات اللعيبة، نيجي كمان في حاجه، في نقطه مهمه جدا، ان اللعيبه بتاعتك تامن بالاداره اللي موجود. تعالى انا وعدتك وعد وقلت هنعمل كذا، يبقى في اليوم الفلاني كذا، ولازم نلتزم كلنا بيه. ودي حسين في حاجه هيبه يا جماعه، رئيس نادي الزمالك، اما رئيس نادي الزمالك يطلع كلمه من بقه محسوبه ومدروسه، ده شيك، ده عقد، وكلنا بنلتزم بكلامنا. المصداقيه رجعت خلاص. النهارده انا حاجتكم هتتاخد في اليوم الفلاني واليوم الفلاني واليوم الفلاني، ومهما الدنيا حصلت الناس كلها بتشتغل
عشان كلمة الكبير بتاعهم اللي هو حسين لبيب طالما قال كلمة والإدارة قالت كلمة يبقى هتتنفس. بص المفاوضات حتى مع الأندية، رؤساء الأندية هم قاعدين مع بعض، حسين لبيب وأي رئيس نادي في جدولة أي مشكلة معينة خلاص دان ديل، محددة محددة.